لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، قدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب إعلان النفير على ولاة التكفير، ووقفنا في اللقاء السابق عند حكم الخوارج، وقلنا أن أكثر العلماء على أنهم فساق ضالون مفسدون، وصرح يعني بعض العلماء بكفرهم، منهم ابن العربي والمرداوي، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. ونتكلم اليوم في أدلة القائلين بعدم كفر الخوارج. من هذه الأدلة قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله عز وجل: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. عن مصعب بن سعد قال: كنت أقرأ على أبي حتى إذا بلغت هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قلت يا أبتاه أهم الخوارج؟ قال: لا يا بني، اقرأ التي بعدها: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إن المراد بهم الكفار وليسوا الخوارج. قال: هم المجتهدون من النصارى، كان كفرهم بآيات ربهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولقائه، وقالوا ليس في الجنة طعام ولا شراب، ولكن الخوارج هم الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فهم بغاة وفسقة، ولكن أكثر العلماء على عدم كفرهم. وأيضا قوله تعالى: بل الذين كفروا يكذبون، والخوارج لا يكذبون. وقوله تعالى: بربهم يعدلون، يعني يجعلون له يعني الشريك واللد والنظير. قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عن يزيد الفقير يعني ابن صهيب قال: كنت عند جابر بن عبد الله فذكر الخوارج. وهذه الأمة وما يعملون، نسميهم كفارا بأعمالهم. قال فرد عليهم جابر ذلك فجعل يقرأ آية أولها يعني كفرا وآخرها كفرا، إلى قوله تعالى: بالذين كفروا يكذبون، وقوله تعالى: بربهم يعدلون. فقال: هكذا أمر قومكم. قلنا: لا، هكذا أمر قومكم. يقول لهم هم يكذبون أو بربهم يعدلون، هم ليسوا كذلك، هم متأولة، يعني كما قال ابن عمر يعني أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. ف
فقال هكذا أمر قومكم يعني الخوارج؟ قلنا لا، ما نعرفهم بشيء من ذلك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون لهم ما نرى ما كنتم تخالفوننا فيه من تصديقهم وإيمانكم نفعكم لما يرد الله أن يري أهل الشرك من الحصرة، فلا يبقى يعني موحد إلا أخرجه الله عز وجل. ثم قرأ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أن هم لما يجدون كل المسلمين يخرجون من النار هيتمنى عند ذلك الكفار لو كانوا مسلمين. يقول الشاهد في هذه الآيات التي تلوناها أن الخوارج غير مكذبين ولا بربهم يعدلون، ولذا لا يخلدون في النار كالكافرين. كما ذكرنا أن أهل التوحيد يعني لو دخلوا النار بذنوبهم لا يعاملون معاملة الكفار ولا يخلدون خلود الكفار. فالكفار بتبدل جلودهم، لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن الموحدون إذا دخلوا النار بذنوبهم فتمسوا النار وتميتهم إماتة ويصيرون يعني حمما يعني فحما، وتحملهم الملائكة ضبائر يعني زي حزم الحطب، وتلقيهم على يعني نهر في الجنة يسمى نهر الحياة أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فالشاهد يقول أن الخوارج غير مكذبين ولا بربهم يعدلون، ولذا لا يخلدون في النار كالكافرين. ومما استدلوا به على أن الخوارج ليسوا كفارا ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 72 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة، قال كلهم في النار إلا واحدة. فيقول أن المراد بالأمة هنا هي أمة الإجابة ليست أمة الدعوة. أمة الدعوة كان في الحديث والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن به إلا دخل النار. دول أمة الدعوة أن أرسل للناس كافة، ولكن هذه فرق من فرق الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أخبر أن الناس تبعدهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيمة الأمة اللي هي يعني أماكن الوضوء تأتي مضيئة يوم القيامة، فيقول أمتي أمتي. ولذلك في الحديث الآخر قالوا كيف تعرف يعني أمتك؟ قال رأيتم لو أن رجل له خيل يعني غر محجلة، يعني الخيل في جبهتها بياض وفي قوائمها بياض، في وسط خيل دهم بهم سوداء ما فيش فيها بياض، ألا يعرف خيله؟ فأهل البدع غير المكفرة يعني زي غلاة الشيعة غلاة الصوفية غلاة الجهمية المجسمة، هذه بدع مكفرة، ولكن غيرهم الذين ليسوا على بدع مكفرة يأتون بسيمة الأمة أو علامات الأمة ويناديهم النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تبعدهم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول فسحقا فسحقا فسحقا. فنقول إن الخوارج من فرق الأمة وليسوا خارجين عن الأمة، حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم أحسن حالا من الشيعة، يعني الخوارج بيسيء الأدب مع الصحابة كما ذكرنا الفرق بين الخوارج والشيعة في بداية الكتاب، إن بيوافقوا الشيعة في أشياء ويخالفهم في أشياء، فهم كفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وكفروا يعني أهل التحكيم، يعني كفروا يعني معاوية وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري، فكفروا بعض الصحابة، لكن الشيعة يكفرون أكثر الصحابة يعني أو كلهم إلا 7. والخوارج يعني فيهم يعني من الديانة ومن العبادة، ولكن الشيعة يعني كذبة وفسقة ودينهم عبارة عن خرافات ومبالغات وأكاذيب. فيقول المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمة الإجابة الذين آمنوا به واستجابوا له. قال الشاطبي وهذه الفرق إن كانت على ما هي عليه من الضلال فلم تخرج من الأمة، ودل على ذلك قوله تفترق أمتي يعني أمة الإجابة.
فإنه لو كانت ببدعة تخرج من الأمة لم تضفها يعني إليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، إلى أن قال فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين، الإشراف اللي هو مرتفع الوجنتين غائر الوجنتين لما الصدغ يعني يبدو أن عظام الوجه يعني بارزة، غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال اتق الله يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أي أأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم، فقيل هو عمر وقيل هو خالد بن الوليد، فقال فاستأذن رجل من القوم في قتله يعني أراد قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا من ظهره قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني لا ينزل إلى قلوبهم، فهم يقرؤون كثير التلاوة لكن لا يفهمون، فهم سفهاء الأحلام، لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، رمية الهدف، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ما أخبر بكفرهم. والحجة يعني في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو حكم بكفره مع سوء أدبه وجرأته على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمر بإقامة الحد عليه، من بدل دينه فاقتلوا، فمع ذلك لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متأول وجاهل. والحجة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره مع اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم وسوء ظنه به. قال الشهر الثاني وذلك خروج صريح على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صار من من اعترض على الإمام الحق خارجيا فمن اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بأن يكون خارجيا. وذلك الخوارج عادتهم الخروج على الحكام وعلى الأئمة وتجرؤون على الحكام وعلى العلماء. وذكر ابن الوزير عدة وجوه لترك تكفير الخوارج، ومن تلك الوجوه التي ذكرها ما قام به الخارجي ذو الخويصرة من خروج واعتراض وسوء ظن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وردة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تجاهه مع ذلك من حيث عدم تكفيره له، حيث قال الوجه السادس يعني من أوجه التي ذكرها ابن الوزير أن الخارجي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني تكلمنا فجة يعني قبيحة وفيها يعني سوء أدب، تكلم بكلام من أقبح الكلام وظن ظنا من أسوأ الظن، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره مع ذلك، مع أنه لو كفر لوجب قتله بالردة إلا أن يتوب، ولم تنقل له توبة، بل جاء في الحديث ما معناه أنه تخرج من ضئضئه الخوارج. قال وإما استدلوا به على عدم كفر الخوارج قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وفي رواية لا يبقين دينان، وذكر أدلة من الكتاب وهذه أدلة من السنة، وجزيرة العرب فيها من الخوارج حتى الآن اللي هم الإباضية يعني في عمان موجودين حتى الآن. واستدل به بعض المعاصرين على عدم كفرهم بأن في خبر على ألا يبقى في جزيرة العرب حكم الغير الإسلام، وقد حكموا ولا يزالون يعني الخوارج في عمان وهي من جزيرة العرب، فدل أنهم ليسوا كفارا. دي أدلة من كتاب السنة، في أدلة من الآثار طبعا رحمة ربنا أنهم خرجوا في زمن علي، وعلي يعني لم يكفرهم وقال أنا الذي علمت الأمة قتال البغاة، اللي هم الخارجين على الإمام الذين لم يحكم بكفرهم ولكنهم يعني خرجوا على الإمام فقاتلهم الإمام على خروجهم وعلى يعني فسقهم وعلى فسادهم وإفسادهم. عن علي أنه سئل عن أهل النهروان أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل فمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهم طبعا كانوا معروفين بكثرة الذكر والعبادة. قيل فما هم؟ قال هم قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا وبغوا علينا وحاربونا
وقاتلونا فقاتلناهم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وقد قال علي لما سئل عنهم أكفرهم قال من الكفر فروا، فلم يكفرهم ووافقوا، يعني كان معه جمع كبير من الصحابة ووافقوا عليا على هذا هذا الحكم، لم يخالفه أحد من أصحابه رضي الله عنهم، فكأنه إجماع من الصحابة يعني في هذا العصر أنهم ليسوا بكفار. وعن أبي وائل عن علي بن أبي طالب أنه قال: لم نقاتل أهل النهروان على الشرك. ولذلك يعني هو سلك في قتالهم يعني غير ما فعل يعني أبو بكر مع المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب، يعني وقتال أهل القبلة يعني لا يجهز على جريح، لو واحد جرح لا يجهز عليه فيقتل، ولا يتبع فار، واحد هرب وترك المعركة لا يتبع ولا تسبى يعني نساء ولا دراريه ولا تقسم أمواله، بل كانوا يجمعون القتل من الفريقين ويصلون على الجميع، فقاتلهم يعني قتال أهل البغي وليس قتال يعني أهل قتلهم، ولم يقاتلهم حتى يعني قتلوا يعني خطأ الطريق وقتلوا من المسلمين. قال شيخ الإسلام عن علي بن أبي طالب: فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. وعن كثير الحضرمي أنه قال: دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة، فإذا نفر خمسة يشتمون علي رضي الله عنه، وفيهم رجل عليه برنس اللي هو الغطاء على الرأس، يقول: أعاهد الله لأقتلنه، بيحلف أنه يقتل عليه ويتعهد مع الله على قتل عليه. قال: وتفرقت أصحابه عنه فأتيت به عليا فأبض عليه وذهب به إلى علي، فقلت: إني سمعت هذا يعاهد الله لا يقتلنك. فقال: أدن ويحك من أنت؟ فقال: أنا سوار المنقري. فقال علي: خلي عنه. قال له: سيبه. فقال: أخلي عنه وقد عاهد الله لا يقتلنك. قال: أفأقتله ولم يقتلني؟ قلت: فإنه قد شتم. قال: فاشتمه إن شئت أو دعه. وجه الدلالة أن عليا أمير المؤمنين رضي الله عنه قد خلى عمن خرج عليه وشتمه، وعاهد الله ليقتلن، ولو كان كافرا بذلك لقتله ولا بد. وفي دلالة أن ما لم يظهر منهم خروج فليس للإمام أن يقتلهم. وعن أبي مطر قال: قال علي رضي الله عنه: متى ينبعث أشقاها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يروى أنه قال يعني: أشقى الأولين قاتل الناقة وأشقى الآخرين قاتلك يا علي. فعلي بن أبي طالب لما سائم يعني من الحياة ومن الفتن قال: متى يبعث أشقاها؟ قيل: من أشقاها؟ قال: الذي يقتلني. فضربه ابن ملجم بالسيف ووقع برأس علي رضي الله عنه، وهم المسلمون بقتله قبل أن يقتل علي، يعني أنه هو إما أن يعالج فيبرأ أو يموت. فقال: لا تقتلوا رجل، فإن برئت فالجروح قصاص، يبقى يجرح كما جرحني، وإن مت فاقتلوه. فقال: إنك ميت. قال: وما يدريك؟ قال: كان سيفي مسموما. والشاهد أنه أن علي رضي الله عنه لم يحكم بكفره، فلو كان كافرا لما نهى المسلمين عن قتله، لو كان في فعل ذلك يعني كافرا مجرد أنه ضرب عليا لحكم بكفره وقتل ردة، ولكن هو قتل قصاصا لأن لما مات عليه فقتل به، ولكنه أمر بقتله إذا مات قصاصا وليس حدا للردة. وقال ابن عمر في وصف الخوارج: قال: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. قال ابن بطال: وقول ابن عمر أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين يدل على أنهم ليسوا كفارا، لأن الكافر لا يتأول كتاب الله بل يرده ويكذب به. وعن أبي بردة قال: كنت جالسا عند عبد الله بن زياد فأتي برؤوس الخوارج، كلما جاء رأس قلت: إلى النار. فقال لي عبد الله بن زيد الأنصاري: أولا تعلم يا ابن أخي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عذاب هذه الأمة جعل في دنياها. يعني ده عقابهم يعني في الدنيا أنهم قتلوا، ولكن في الآخرة يعني هم في مشيئة الله عز وجل يعني لا يحكم عليهم بالنار. وجه الدلالة أنه جعل الخوارج من هذه الأمة، فدي أثار عن الصحابة يعني في عدم كفر الخوارج. عن عمر بن عبد العزيز أنه قال:
الرأي فيهم أنهم يستتابوا، فإن تابوا وإلا عرضوا على السيف وضربت رقابهم، ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته. يدل على أنه يقتل حدا ولا يقتل ردة؟ يقتل حدا، لأنه لو قتل ردة أنه كافر يبقى الميراث ما يعني ما لا يرث أهل ملتين شتى، لأنهم مسلمون إلا أنهم قتلوا رأيهم رأي السوء أو السوء. وجه الدلالة أن عمر بن عبد العزيز قد نص على إسلام القدرية والإباضية هم الخوارج وما أشبههم من أهل الإسلام، ورأى أن قتلهم لبدعهم ودفع فسادهم لا لكفرهم. وكذلك قتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان يعني قتلوا يعني مش ردة، قتلوا لدفع فسادهم. وهو المشهور عنه رحمه الله في سيرته مع الخوارج، سيرة عمر بن عبد العزيز. من الأدلة على عدم كفرهم الإجماع، فقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على عدم كفرهم. واحنا ذكرنا اللي كفرهم في العلماء الماضيين اللي هو ابن عربي او ابن العربي اللي هو السني والمرداوي، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز. ذكر الشيخ الاسلام تيميه في مواضع عده من كتبه ما يدل على اجماع الصحابه والتابعين على عدم تكفير الخوارج. من ذلك قوله في منهاج السنه واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم، ولم ينكر أحد على علي ذلك، فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام. ومن الأدلة على عدم كفر الخوارج أنهم قد تلفظوا بالشهادتين، وذكرنا في بداية الكلام في العذر الجهل أن الله جل جعل الإسلام بابا وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن دخل من هذا الباب لا يخرج إلا من هذا الباب، لو زنى أو سرق أو شرب الخمر لكنه يعرف أنه يعني عاص فهذا ليس نقضا للإقرار الأول، ولكن لو استحل الكبائر، لو استحل ترك الصلاة، لو استهزأ بشرع الله، فهذا ينقض الإقرار الأول. فاللي بيفعل فعل يعني يدل على الإقرار السابق يعني هو الذي يكون مرتدا، ولكن المعاصي بمجردها يعني إلا المعاصي اللي هي زي ما قلنا اللي تدل فعلا على واحد بيبول على المصحف، لأن هذا لا يمكن أن يصدر من مسلم. واحد بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بيسب الله عز وجل، واحد بيستهزئ بأي شيء من الشرع حتى لو كان السواك أو الثوب القصير أو حجاب المرأة، وهو يعلم أنه من الدين، ليس جاهلا أن هذا من الدين، لو استهزأ به فلجنة الفتوى في السعودية بتكفر يعني مثل ذلك. فالذي دخل من الباب الإقرار بالشهادتين لا يخرج إلا من هذا الباب. فيقول من الأدلة على عدم كفر الخوارج لأن يعني هو صار يعني مسلم بيقين، يعني لما نطق الشهادتين فلا يزول يقين بالشك، لابد أن يزول أيضا بيقين، ويأتي بشيء لا يؤول إلا بالكفر. ومن الأدلة على عدم كفر الخوارج أنهم قد تلفظوا بالشهادتين وغضبوا على أركان الإسلام، ومن ذلك أنهم بغوا متأولين معتقدين تخرب إلى الله عز وجل، زي ما قالت الخوارج أن ما كفروا عليه قالوا يعني أن هو يحكم الرجال في دين الله، وقال لا حكم إلا لله، يظنون أنهم على حق، وإذا قال عليه هذه كلمة حق أريد بها باطل، وأتلهم ابن عباس يعني بما ينص على أن الرجال يمكن أن يحكموا في دين الله، وهذا حكم الله عز وجل، فبعثوا حكما من أهله من أهله وحكما من أهلها يحكم به ذو عدل منكم تحكيم للرجال، ولكن هم جاهلون بهذه الأدلة، فكفرهم لم يقصدوا به تكذيب القرآن ولكن متأولين أو جاهلين، ومثل هذا لا يكفر لا يخرج من الملة. يقول وذلك أنهم بغوا متأولين معتقدين التقرب إلى الله عز وجل بذلك لا مستحلين للباطل، ومن كان أصل إيمان في قلبه فإنه لا يكفر بمجرد التأويل. من ذلك أن الخوارج لو كانوا مرتدين لعملهم علي رضي الله عنه كما عامل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين، بل عملهم معاملة البغاة المسلمين الذين خرجوا على الإمام، وهذا له فقه يعني يختلف عن قتال الكفار. قال شيخ الإسلام وإما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم،
وكان ابن عمر يصلي خلف نجدة الحروري، حروري لهم الخوارج، وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم. بل روى لهم يعني أصحاب الصحاح من المعروفين منهم بالصيانة والإيه والديانة، رووا عنهم يعني أحاديث، فهذا يدل على عدم إيه عدم كفرهم. وانتهى بذلك هذا الفصل، هو الأدلة على عدم تكفير العلماء للخوارج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.